صباح النور مشاهدينا. صباح النور. صباح النور مرة أخرى. إذا نحكي اليوم على سوق العمل، ويحكم سوق العمل في معظم بلداننا معايير محددة وأسف ترسم للمهن شكلا جندريا محدد أيضا. صحيح أمين، وينسحب ذلك طبعا على الاختصاصات الجامعية وسائرها. لنشاهد هذا التقرير ثم نعود لمناقشة الموضوع. طيب لك يا شوي، طلع طيبة. أول يوم كان صعب كتير، علمني شوي شوي مش الحال. صرت أعلمها، أعملها هادي هيك، أعملها هادي هيك، أعملها هادي هيك، مسك السكينة، قصها هادي هيك، قصها هادي هيك. فتحة هي لبقى اسم الله عليها، يعني دغري تقص، وصار تقص وتبيع، وشوي شوي يعني تمرنت ومشي حالها. يعني بصعوبة، مش انه هينة شغلة اللحام، صعبة مسك السكينة وتقص، لقيها صعبة كتير. تعلمناها نتفي نتفي، يعني بعياط، مش انه دغري ومشي حالنا. هلا صار بيعطينا علامة ابو خليل. يعني هلا اغلب النسبه مثل عم يتوظفوا بغير بمحلات الثياب ومحلات كذا. هلا اذا جوزها عنده مصلحه ليش لا تروح تتوظف برا، يعني تتوظف مع جوزها يعني، وهي على فكره تاخذ معاش يعني مش ببلاش. بدي نص كيلو لحمه كبه مع كموني وعزوقه. انه ما نشتغل برا لا، انه بتساعد جوزي وانا وياه بنشوف شو في نواقص يعني بنظبطها. الحمد لله بلشت وبعدني انا وياه مع بعض الحمد لله. طابع الخامس انت ليش بقى همبرجر؟ شو حطيتها يا هبره ولا صار خليل؟ 50. انا لما امي اشتغلت بالمحل كنت بعدني ولد صغير بالمدرسه، يعني رفقاتي والناس اللي بيعرفوني بيقولوا لي اني يلعب على الام اللي عندك، وبس يقولوا لي هيك انا كثير بفتخر بهالشيء، يعني انه امي تكون معنا بهالمصلحه وعم تساعدني. ليك الست بتشتغل كل شيء احسن من الزلمه، عندك رجال يمكن ما بتشتغلها هالشغله هيدي. المره بتشتغل طالع بايدها بتشتغل كل شيء. بعدني عم اقول لك مش كل النسوان، عندك نسوان ما بتشتغلها مثلي انا، والله بشتغل بلبس مريوله وبمشي بروح لعند الفران بيجي لهون، انا لابسه مريوله بعتز فيه انا مريوله، لاني عم بشتغل بشرفي وكرامتي ومشان اولادي بعمل كل شيء. إذا نستقبل معنا داخل الاستوديو الطبيب والباحث الأستاذ المحاضر في الجامعة الأمريكية في بيروت دكتور فؤاد فؤاد من فقرات أكاديميا. صباح النور دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا كيفك؟ الحمد لله. إذا دكتور فؤاد نحكي على أنه لازلنا إلى حد هذا اليوم يمكن نعاني بعض الشيء في معظم بلداننا العربية من جندرة المهن، وكنا نشوفه في مثال حي ربما إلهام اللي تعمل في ملحمة، ما رأيك بها بالأول؟ الحقيقة هو يعني دائما تتقدم هاي الحالة وكأنه حالة طريفة أو جديدة أو خاصة، يعني دائما كل كم يوم نسمع عن أول سيدة تعمل في جزارة أو ملحمة، أو أول سيدة تقود طائرة، أو أول سيدة تقود تاكسي. يعني يبدو وكأنه حدث قريب بين الطريف والغريب يعني، وهذا الأمر اللي لافت للانتباه. حتى لما بنقدم الحالة بنقدمها بوصفة مسألة غريبة أو طريفة على الأقل يعني. صحيح، وعندما لا تكون الحالة الأولى نحدد عنصر، حيال عنصر يكون الأول مثلا المرة الأولى في هذه المنطقة، المهم نعمل منه حدث. دكتور يعني ما المهن يلي مش لازم تختارها النساء عادة، وممكن أن تعتبر الأسباب منطقية أنها لا تناسب مثلا حياة المرأة؟ ببساطة لا يوجد. لا يوجد. كل يعني لا يوجد مهن متخصصة جندريا. حتى المهن اللي كانت تعتبر في السابق مهن عضلية تحتاج لجهود لبنية ما،
يعني العمل في المناجم مثلا، العمل في ميكانيك السيارات، العمل في مقالع الحجارة، يعني أنه تبدو وكأنه أعمال ذكورية بامتياز، لكن الحقيقة أحيانا الجسد يستجيب لطبيعة المهنة، يعني المهنة تتطلب جسد لكن أيضا الجسد يستجيب. وبالمناسبة يعني أكثر مهن كانت ذكورية هي مهن العمل في المناجم، يعني المايننج. هلأ الحقيقة عم يلاحظوا أنه النساء العاملات في المناجم اللي هن قلة قليلة كتير طبعا ما زال في العالم مقارنة بالذكور، يعني 90% من عمال المناجم هن ذكور أو أكثر، حوالي 97% حتى، لكن النساء العاملات في المناجم نسب الإصابة والحوادث اللي بينصابوا فيها أقل بكتير من الذكور، لأنهم أكثر استجابة للتحذيرات، أكثر حذر في التعامل مع البيئة المحيطة، وبالتالي هن عرضة للإصابات أقل. فهذا يبدو أنه حتى في المهن التي تبدو هي مهن محتكرة على الرجال هناك فرصة ما لدخول النساء إلى سوق عمل هذه المهن. بالمقابل الحقيقة يعني عم نحكي على جندرية المهن، بالمقابل ما يبدو أن هناك مهن نسائية بامتياز أو أنثوية بامتياز، ما زال الرجال مترددين بالدخول إلى هذه المهن، يعني النيرسري مثلا، الحضانات، العمل في التدريس في مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية، ما تبدو أن العمل سكرتاريا، يعني ما يبدو أنه هناك هي أعمال نسائية بامتياز، هناك تردد ذكوري، لا يوجد أيضا سبب يمنع الذكور من الدخول. وعلى يعني ذكر الطرافات، من فترة قريبة احتفلت مدرسة في إنجلترا تخرج فقط نانيز، مربيات منزليات، بتخريج أول ذكر مربي منزلي، يعني ناني في البيت بيكون ذكر. يعني دائما هناك ما زالت مسألة جندرية العمل مسألة بحاجة إلى مناقشة. إلى أي مدى كما ذكرت دكتور يمكن هناك سبب بعض الشيء علمي بالنسبة إلى عاملات المناجم أنه هما أقل عرضة إلى المخاطر اللي تصير نظرا لأنهم يفهموا محيطهم أكثر؟ هل ما زالت هناك فروقات حسب يعني أنه وعي حسب الاختصاصات اللي موجودة أو لا؟ مرة أخرى لا أعتقد حتى الآن، يعني صارت في دراسات كثيرة حول هل هناك فوارق بيولوجية في موضوع المهن. الحقيقة معظم هذه الفوارق فوارق ثقافية، فوارق تاريخية، يعني كان في فترة طويلة هذه المهن محتكرة تم توارثها في العمل، وأدى هذا الأمر إلى أن تصبح هذه المهن بالكامل محتكرة. لكن أعتقد أن مسألة الحذر، مسألة التنبه تعود إلى الوعي الجديد بالمهن. يعني العاملات في المناجم هن خضعوا لدورات تدريبية حتى والتزموا بالتعليمات اللي تنبهوا إلها حتى يكونوا أكثر حذرا، فبهذه المسألة كانوا أقل إصابة بهذا الموضوع. ما يبدو لنا هناك فوارق سيكولوجية يعني أو جسدية يبدو حتى الآن لا يوجد سبب ذلك، ومع ذلك ما زلنا نرى هذه الفوارق الكبيرة حتى في المجتمعات المتقدمة، ناهيك عن الدول العربية. يعني هناك مهن تبدو يعني تؤخذ وكأنه هي مهن نسائية كشيف مطبخ، يعني في المنازل الذي يطبخ هو الامرأة، لكن الشيف بنشوفهم بالتلفزيونات، الشيف بأهم المطاعم هو ذكر. هناك دائما صورة غريبة لطبيعة المهنة بتنعكس على الحقيقة، وهو ده الأهم، على طبيعة اختيار المهنة ومن البدء التعلم. نعم. يعني منلاحظ أنه بالجامعات اللي بيدخلوا هندسة ميكانيكية من الإناث نسبة كتير محدودة. صحيح. مقارنة بالذكور، يعني حتى لو لم يكن هناك تمييز جندري في الاختصاصات، ولكن هناك ربما خلفية اجتماعية قد تكون أو نفسية إلى آخره لهذا التفريق بين نسبة الذكور والإناث في أي مهنة، وهو يبدأ كما ذكرت من الاختصاص الجامعي. ولكن ألا تعتقد أن أخطر مرحلة هي المرحلة المتقدمة وهي سوق العمل، خاصة في الشركات العالمية والمتقدمة التي أحيانا يعني تحدد في متطلبات الوظيفة مطلوب مثلا رجل في وظيفة معينة، أو تميز بطريقة أخرى كالراتب يكون أعلى للرجل وغير مخصصات؟ الحقيقة النقطة الثانية هي الأهم. حاليا في أوروبا وأمريكا
هناك عدم تمييز جندري في أي سوق عمل. حينما تعلن عن وظيفة بما فيهم الوظائف ما تبدو وظائف عضلية، حين تعلن عن وظيفة يجب أن لا يكون هناك تمييز، من يتقدم يخضع لشروط المقابلة أو شروط المهنة. لكن المشكلة الأساسية هي الحقيقة في فوارق الأجور. 30% أجور النساء في معظم المهن بالمعدل أقل من أجور الذكور، حتى في المهن المتساوية، حتى في المهن التي تبدو هي مهن أنثوية، بمعنى فيما لو ذكر حاول يشتغل بها المهن الأنثوية، في التعليم مثلا الراتب منخفض مقارنة في يعني في رواتب الذكور. وعلى والعكس غير صحيح، يعني لو اشتغلت امرأة في مهن ذكورية بتحتل تاخذ راتب مرتب اقل من الذكر في نفس المرتبة المهنية. هناك فوارق ما زالت جندرية تبعا للجانب الاقتصادي الحقيقة بهذا المعنى اكثر. هناك استغلال يعني بهذه الصورة لعمل المرأة من الناحية الاقتصادية. لكن حقيقة إذا سمحتوا لي أضيف نقطة أساسية مهمة، هي المسألة الثقافية. يعني حتى المهن التي لا تتطلب عمل عضلي، المهن التكنولوجية، يعني البروغرامينج، البرمجة بالكمبيوتر، هي مهن لا تتطلب عضلات ولا تتطلب أي جهود ولا تتطلب إيفن التحرك من أمام الكمبيوتر، ومع ذلك ما زال الذكور بيسيطروا على هالمهن، علما أنه في دراسات أظهرت الفوارق الجندرية صالح المرأة، هي أكثر دقة مرة أخرى في التعامل، يعني أكثر نجاحا في إجراءات البرمجة. ومع ذلك المهن في يعني الدخول إلى الجامعات من البداية هو دخول يعني منحاز زكريا، يبدو الحقيقة في عنصر ثقافي، عنصر محلي، هذا بينعكس الحقيقة على الخيارات اللي يعني تنشأ في لاحقا. في عنوان طريف الحقيقة بيقول هل العمل الرجل أزرق وعمل المرأة بينك، يعني عودة إلى الفكرة التمييزية من البداية، أنه بيختاروا للمولود الذكر لباس أزرق والمولود الأنثى لباس بينك وردي. طبعا حتى في بعض المهن مثلا ولا مرة شفنا اختصاصي تغذية، ربما يعني أغلبهم نشوفهم اختصاصي التغذية، إذا ما لاحظتوا معناه تقريبا حتى في برنامجنا يوميا ولا مرة كان عنا اختصاصي في الحقيقة. يعني يبدو وكأن لو حطينا قائمة بالمهن وسألنا أحد فراح يختار بهذا المعنى استريوتايبي، بهذا المعنى النمطي، يعني معلمة حضانة بمرحلة فهي امرأة، ناني هي امرأة، يعني جزار هو رجل، يعني فيعني جميل. المهم الطبيب والباحث والأستاذ المحاضر في الجامعة الأمريكية ببيروت الدكتور فؤاد فؤاد، شكرا لك. جميل الحوار معك. شكرا مرة أخرى دكتور فؤاد. الآن ننتقل إلى أنواع من أنواع المهن اللي ربما ما نشاهد فيها إلا الرجال. صحيح.